صباح الخير على كل متابعي ابو كبير ميديا، معكم سمر مكي من محافظة قنا واللايف جديد النهاردة. معنا النهاردة في اصعب مهنة في موسم الشتاء، مهنة شحن الغصب والجمالة بتوع الغصب. زي ما شايفين الجمال بتحمل الغصب من المحصول، والشحانة واللي بيحمل الغصب واللي فوق العربية السياف. اللي فوق العربية السياف صح؟ السياف ده هو الماسك السيف يا جماعة فوق العربية، فوق العربيات دي أصعب مهنة. زي ما شايفين تلاقوا جمالة وشحانة عمال، السياف فوق العربية دي أصعب مهنة، أخطر مهنة. الغصب ده يعني تقيل، زي ما شايفين ازاي بيحملوا اتنين بيحملوا الغصب، وبيصحوا من الساعة 3 الفجر قبل الفجر لغاية الساعة 9، يعني الساعة 9 بيكونوا خلصوا. زي ما شايفين الخط كله هنا، السكة الحديد، بصوا طالع ازاي على السلم، السلم الغير آدمي بيطلع بحمل الغصب. مفيش أصعب من كده شغلانة. السياف اللي ماسك السيف فوق العربية، بصوا ازاي بيحملوا الحمل، يعني مفيش أصعب من كده مهنة. أصعب مهنة دي مهنة شحن الغصب من الساعة 3 الفجر لغاية الساعة 9. الجمال طبعا اللي بتحمل الغصب من الزرع، اللي هي بتجيب الغصب، الجمالة برضو بيصحوا معاكم الفجر الساعة 3. بصوا بيطلع ازاي، بيطلع ازاي على السلم. بصوا بيطلع ازاي بيحملوا. دي اصعب مهنة ممكن حد يشتغلها في فصل الشتاء. بصوا الخط كله من اول لاخره حمل الغصب. بصوا كمان هنروح بقية الخط فوق العربية والسلم الغير ادمي. احنا هنطلع معاكم دلوقتي فوق عربية القطر، هم مع السياف. الخط كله بأكمله، بصوا اتنين بيحملوا الغصب. لا بص الجمل اللي بيحمل الغصب. بص طالع ازاي. تشتغلوا من الساعة كام للساعة كام؟ تشتغلوا من الساعة كام للساعة كام؟ الساعة كل يوم موسم الشتاء. العربية كم فرد شغال فيها؟ لازم كل عربية ثلاث أشخاص. بيعمل كل واحد دوره إيه بالظبط؟ كل واحد إيه دوره؟ ده اللي بيطلع بالغصب. بص يا جماعة السلم الخشب ده يعني لأن شغل تقيل. ساعة ويبدل مع زميله على طول. اتبدلوا مع بعض. يعني انتوا كلكم تعرفوا مثلا السياف، انت تعرف تبقى سياف. عادي أي شغل اشتغل فيه. اي شغلانه. بص عادي زي لعبه الكوره لعبه جماعيه. واحد لي مني. زي لعبه الكوره لعبه جماعيه. اي واحد يلعب فيه. على بركه. اللي يعرف وفي اللي ما يعرف. بصوا يا جماعه طب السلم ده يعني بتطلعوا ازاي بيه العربيه؟ بعد كده نطلعوا فوق ثاني. بعد ما نزربوا دي نزربوا زرب ثاني ونطلعوا فوق. تزربوا اللي هي الجوانب دي معناها تزرب. ايوه. ونزربوا العربيه ثاني. فوق ونطلع، وبعد ما تعبي الزربه دي
نطلع فوق نجربه ثاني. طب العربيه هتبقى كام مثلا متر؟ 7 متر لفوق. تبقى 7 متر؟ اه. وبتطلعوا على 7 متر بالسلم ده؟ السلم ده نخليه فوق ثاني. ارفع السلم ده فوق يا خوي. ارفع على عشان يطلع. كده نغير السلم فوق. بصوا السياف، بصوا بص السياف بيعمل ايه فوق بالسيف فوق؟ بيعمل ايه هو فوق كده بالسيف؟ ما يقطع القصب عشان يرتاح يعني. القصب بدل القصب من فوق عشان الشيل، عشان الشيل كتير العربيه. بصوا يا جماعه اهو ده السياف اللي فوق العربيه، بيكون طبعا بيبدلوا مع بعض يعني، هم ممكن ده اللي فوق العربيه ده اللي يحمل القصب في الارض. بصوا ده الجمل، بصوا يا جماعه ازاي الجمل هينزل القصب، يعني في حاجة سحرية كده، حاجة سحرية. القصب الجمل ازاي هينزل القصب؟ بص يا جماعة ازاي، بص الجمل ازاي هينزل القصب ثانية. بص يا جماعة، بص القصب ازاي هينزل من على الجمل. كمان الجمالة نفس القصة يا جماعة، نفس المعاناة. أنا عايز أشوف كده، احنا تعبانين اخر تعب. اصعب شغلانه دي ممكن حد يشتغلها. اصعب شغلانه دي ممكن حد يشتغلها. بصوا يا جماعه من اول الخط شفنا ازاي الجمل بينزل القصب. الخط كله من اوله لاخره شحانة ناس عمال جايين الساعه 3 الفجر تشتغلوا من الساعه 3 برضو. كلكم فريق واحد بس مقسمين كل عربيه كام شخص؟ 3. اجرتكم كام؟ 100 من الساعة كام للساعة كام؟ 3 العشر. يا جماعة 100 جنيه من الساعة 3 الساعة 3 قبل الفجر للساعة 10 الصبح ب 100 جنيه. دي مهنة الشحانة الأصعب مهنة اللي الناس بتشتغلها. بصوا شغالين خطورتها ازاي؟ من فوق العربية 7 متر وبالسيف طبعا وحمل الغصب. بصوا الحمل، اتنين بيشيلوا الحمل وبيطلع بيه على السلم الخشب ده الغير ادم، يعني السلم نفسه فيه خطوره. ما طلبتوش مين اللي بيحط لكم الاجره مثلا؟ الزارعين. المزارع في مزارع ممكن يعلي عن الثاني مثلا؟ ما يقدرش يعلي عن الثاني بجنيه. ما يقدرش يعلي، كلهم زي بعض. بص بعيد عن بعيد عن. بص يا جماعه الجماله كمان، الجماله نفس القصه، بيصحوا من الساعه 3 عشان بيجيبوا القصب وبيحملوه في الزرع. اه دوري تعال وكلهم دي. اه تعالوا علي. بص يا جماعه الجماله، الجماله والشحانه اكتر ناس يعني بيعيشوا مأساة مع الغصب. وكمان مهنه الشحن الغصب دي ما فيش عمال كتير فيها عشان خاطر خطورتها وصعوبتها، يبقى فريق معين هو اللي ماسك الشغلانه. ورغم كده مش معلين الاجره. طلبت تعلوا الاجره مثلا 150 يعني، حتى 150 طلبنا بس ما رضيوش. بصوا يا جماعه ازاي فوق بيتحط الحمل، بعد كده السياف بيفضل يغطي في القصب زي كده. كل عربيه عليها سياف زي ما شايفين. ايه؟ انتم مفترض كلكم جماعه تطلبوا من المزارعين ان هو حتى على الاقل ب 100 تبقى 150. حاضر. بصوا يا جماعه 100 جنيه ولا 110 من الساعه 3 للساعه 10 الصبح العربيات يعني. خلاص في عربيات كمان بتخلص قبل 10. ممكن قبل 10 بنص ساعة بربع ساعة زي كده. يعني تبقى الساعة 9 وحاجة يعني. 11 في عربيات متأخرة. الموسم بتاعكم بيبدأ من شهر كام ولغاية شهر كام؟ الشحانة ليهم طبعا موسم واحد. من شهر واحد لغاية شهر 5. من شهر واحد لشهر 5. تعالى تعالى. تعالى تعالى برضه نفس القصة. ها؟ صور لي فار. حاضر ثانية جاي. بص يا جماعة نفس القصة، حتى في ناس سنها صغير. حاضر. كله حيتطور، كله. إن شاء الله نطلب المزارعين إن هو يزود اليومية حتى ال 150. لا ده المفروض تخليها كذب كده لله. كذب كده لله حقيقي. كيلو؟
يعني 200 اليومين. كل اللحم 200 جنيه. 250. يعني بص اليوميه بتاعتهم 100 يا جماعه، ما جابهاش نص كيلو لحم. يا باشا ده في حاجه ولا من الساعه 3 يا باشا. وكمان هي بص يعني ان هم من الساعه 3 يوميه كامله جابهاش نص كيلو لحم. بصوا كام فرد على الخط كله بالكامل كده، هم جربوا يخلصوا. الغطر يجي الساعه كام ياخد العربيات دي؟ الساعه 2 الساعه 2 الساعه 3 يا حاج يجي ياخد العربيات. ياخد العربيات كل واحد يمسك عربيته ويحط فيها السلم. والجمالة معاكم برضو من الفجر شغالين؟ الجمالة بيجوا من الفجر برضو شغالين. تطلعوا مع بعض؟ مع بعض. بص لب ليه هنا في اثنين سيافين؟ بس اثنين سيافين ما العربية تجيب اثنين دي. اثنين سيافين عشان يعني كل عربية شايفة سياف واحد عليها من فوق. لا ما دي اثنين عشان تجيب ما يخدموها عن الشيل الزرعة. عشان الزرعة تكون كبيرة. باقي الزرعة بالحبل. عشان نشيل الزرع. لازم يكون فيها سفير. اللي يكون مثلا نهاية الزرع عشان ما يجيبش عربية زيادة فيحطوا اثنين شحانة. عشان ما يجيب عربية زيادة تكاليف أصلا. عربية زيادة كل حاجة في القصب تكاليف. تكاليف. عادل اليمين. كنشيل اللحم. لا. 250. خليهم يرخصوا يا غرار تكو. حاضر. غرار تكو رخصوا عني. علي طريق ما قادرين يجيبوها اللحم والله مع كله مرزوق غرافيا. ربنا يوسع رزقكم يا رب ان شاء الله. يوسع رزق ربنا يوسع رزق الجميع يا رب. بص يا جماعه دي يعني هم عايشين في معاناه طبعا يعني. نفس القصه كل عربيه هنلاقيها هي نفس القصه. بيصحوا الساعه 3 الفجر. شكرا الله يبارك لك. يعني انتوا عادي تبدلوا من العربية دي العربية دي انتوا كنتوا ماسكين دي؟ هي هي يعني. بصوا يا الخط كله بالكامل كمان الأطفال زي ما شايفين. دي الناس الشقيانة دي الإيد اللي شغالة بجد يعني. ده الشغل الصعب اللي احنا بنتدلع في الشغل بتاعنا من الساعة 3 الفجر في الشتاء. بصوا الحمل بيشيلوه كام؟ بصوا اثنين بيشيلوه غصب تقيل. بصوا بيطلع بيه ازاي على السلم؟ السلم غير قادر يعني ممكن العربية 7 متر بتكون اخرها. يعني على الاقل الحاجه تكون 150 يوميه العمال زي كده من الساعه 3 للساعه 10. غصب تقيل والجو برد. بص المشهد بيشرح نفسه يعني الغصب التقيل ده. ده اصغر واحد اصغر جمال جاي طفل. اصغر جمال جاي بصوا طفل ماسك الجمل. ده اصغر جمال في جنة. بص الجمال يا جماعة الجمال. ده اصغر جمال شايفين طفل. Thank you.
هو المهنه دي صعبه، بيبقى فيه راحه يعني. يعني العربيه دي كان فيها لما الغصب خلص مستنيين الجمال بيشتغلوا في العربيه الثانيه معاهم. ايه الفرق بين المقطوره اللي على الشارع هناك دي عربيه وبين عربيه الغصب الشركه؟ العربيه دي بتاخدها مقطوره ما تاخد كد يا كد عربيتين خالص. المقطوره اللي هناك دي تاخد زي عربيتين من هنا؟ كد عربيتين من هنا، وممكن كد ثلاث عربيات، ممكن ثلاث عربيات من عربيات الخط. من عربيات الخط دي فيها ثلاث تنفار، دي كان فيها ست تنفار سبع تنفار. تبعكم برضو؟ لا، كل المجموعه النفسيه. بصوا يا جماعه، دي اللي هناك عربيه مقطوره اللي شايفينها هناك دي بعيد على الناحيه الثانيه، دي بتاخد ثلاث عربيات، يعني حمولة ثلاث عربيات من دي، دي بتاعت الشركة. انت رش تصور ليها؟ دي ثلاث، دي ثلاث، دي دي تبع الشركة دي. تبع الشركة. ودي تبع الشركة بس هي هياخدها الحراس. بس اللي هناك بتوفر أكتر. لا بتوفر بالوقت. وفر وقت بس. لكن فلوس بتاخد تكلفة أعلى. أيوه. لان طبعا على دي على حساب الشركه العربيه. ايوه. لكن هناك المقطوره دي الجرار على حساب المزارع. على حساب المزارع. طب السيوف برضو المزارع بيجيبها ولا بتاعتكم انتم المزارعين؟ بتجيبها على حسابنا. على حسابكم انتم؟ على حسابنا. تيجوا بالادوات بتاعتكم؟ تيجوا بالادوات؟ و100 جنيه اليوميه و110. هما كده خلاص يعني تقريبا قربوا يخلص. دي خلصتوها؟ دي نهايه العربيه. دي عربيه خلصت شحن، بيتنقل العربيه الثانيه. يعني جربوا على كده يخلص الشحن من الفجر. امال الجمل ده جاي العربيه انها عربيه. اه بصوا جاي قصب تاني، بس هم بيفنش يعني. هلا عبد الله كده هم بيخلصوا القصب. بص الجمل، الجمال، الجمال. انا خايفه منه. بص ازاي بيحل الجمل، زي اللي القصب بينزل من الجمل. بص ازاي بيحل كمان الجمال. هم اللي بيحملوا الغصب في بيحملوا الغصب في الزرع. انتوا اللي بتحملونا، في ناس معاكم بتحمل هناك عمال تاني برضو، في معاكم تاني عمال. ده اصغر جمال في قنا. اصغر جمال دي. انت مش خايف؟ لا مش هخاف. مش بيخاف من الجمل؟ هو متعود على كده. بتخاف من الجمل؟ لا لا. بتصحى الساعة 3 برضو؟ ايوه. بيصحى معاك الساعة 3؟ الساعة 3 هيصحى مليا. ده بطل. بصوا دي نهاية العربيات يا جماعة. بصوا دي العربية دي انتهت، دي العربية التانية مستنين الجمال، العربية اللي هناك دول لسه شغالين. همشي وراكم يعني. بصوا دي الجمال يا جماعة، هما ماشيين كده. يلا بس ازاي بأكل. بص يطلع على الجمل ازاي. تسلموا، ربنا يبارك لكم. بص الجمال والشحانة الناس دي لسه خلصت.
انا غصبتها له وبعدين هيتها كده. الان العربيه دي اللي ناقصه. بص كده يعني، بص من الساعه 3 كده انتهوا عملهم انتهى. بص الجمال. اسمك ايه؟ اسمه محمد. محمد اصغر جمال في جنة. مش خايف من الجمل؟ زود اليوميه. مال ليه ده فوق العربيه؟ دي لسه ناقصه. يعني بص يا جماعه، الناس دلوقتي اللي لسه طالعه الشغل بتاعهم هم خلصوا من الساعه 3 الفجر. بص الجمال، الجماله والشحانه والحماله اللي بيحملوا الغصب، غصب التجيل. هما كده حاليا بيفنشوا. وده كان لايفنا معاكم النهارده، واستنونا في لايف جديد. كانت معاكم سمر مكي من محافظه قنا. دمتم في رعايه الله. يعني الناس اللي طالعه على الشغل دول خلصوا من الساعه 3 الفجر في الغصب والبرد وعز يعني، وب 100 جنيه 110.